التسمم هذا راه ينجر نتيجة على تناول طعام أو شراب فيه بعض التكاثر تاع البكتيريا أو تلوثات، ممكن حتى تلوثات كيميائية، يعني ليست فقط بكتيريا، ممكن حتى الكونتاكت تاع هاك الامبالاج وهلا يسموه. احنا وحنا في ان شاء الله في البرنامج نتاعنا نطمح انه حتى هذه الادوات المستعمله، الامبالاج هذا اللي راه مستعمل في المواد الغذائيه يكون غذائي ويكون معناها صحي، ما يكون صحي وما يكونش ريسيكلي، يعني معناها فهمت يسموه كيما هذه. إذا قلنا الأعراض كلنا يعرفها، مادام هذه الأعراض هذه راهي تسبب دائما، والأعراض معروفة أنها تسبب في إسهال وقيء والتقلصات في المعدة، صداع في الرأس، نعم، وصداع في الرأس، وكذلك عدة أعراض اللي راهي تكون السبب نتاعها هذا التلوث أو هذه الأخطار وهذا التسمم. إذا المصادر نتاعها معروفة، هي تبدأ دائما كل شيء يبدأ بالنظافة، ومن خلال هذه اليوم رانا كنا كذلك في المطاعم المدرسية اللي كانت أعطيناهم بعض الإرشادات التوصيات على هذه الاستعمال الجيد للأدوات وللمواد الأولية وطريقة التحضير كذلك، واليد العاملة كيف تكون، وشي الشروط اللي راي تكون فيها اللي يسموه هذه الشهادات الطبية والصدرية، معناها ملابس العمل اللي تكون قفازات، تكون واقيات، تكون معناها الهندام يكون في حالة محترم، يعني نظيفة، تكون محترم، تكون شروط النظافة. إذا هذه كلها وبالدرجة الأولى هي سلسلة التبريد، هي انقطاع سلسلة التبريد، هي الإشكال، والله يهديهم معناها كما نقولوا من هذا المنبر، نعم. إشكال متعامل أنه باهي قاشر على الكهرباء، ينحي التيار الكهربائي على المبردات نتاعها ويعاود يرجعها في الصباح، وهنا توقع انقطاع معناها وتذبذب في درجة الحرارة والتبريد نتاع المنتوج هذا، واللي لا يحمد عقبه.